behind the صفة ده since راس الكهرباء. بعد راس الكهرباء to the rest of the صفة. The esophagus vein behind the esophagus, the thoracic comes to the angle R, start to maintain. The main relation that the esophagus. So that's my structure to the hint and the term. In it. What the relation that the esophagus in a more detail. عشان تبقى باين عندهم. في نفس الوقت شرحت قبل كده. ده شرح قبل كده الكل انا بعيد بس بكسر الارقام. انا بعيد. فاهمين حاجة؟ مين ورا الأسوفاجس تاني؟ الرايت فيجر. الرايت فيجر. الرايت فيجر والسويس فيجر بيتناسوا على فكرة. أنا شخصيا بنساهم. إيه اللي قدام وإيه اللي ورا والليفت فيجر. بس لازم أعرف إن في أسوفجيال بريكسس دي مشهورة وشفتوها على الجثة كمان. الليفت فيجر أنتيريور والرايت فيجر بوستيريور والاثنين بيعملوا بريكسس أراوند دي أسوفاجس اللي هي أسوفجيال. برانش الابر سيلد اوف الاسوفاجس وطالما اداله الارتري يبقى الفين هيروح لمين؟ للانفيريور ثايرويد فين؟ الفين بتاعه واللمفاتيك الثايرويد جلاند اهي الانفيريور ثايرويد فوق فبيدي برانش ينزل يسبلاي الابر سيلد بتاع الاسوفاجس الفين بيروح للانفيريور ثايرويد فين؟ الليمف نود ايضا هتروح للليمف نود بتاع المنطقه دي لان الليمف نود دايما فولز الارتريز طالما الارتري في الميه هتروح للسيرفايكال ليمف نود الابر سيل ده هو الليمفاتيك جرين سيرفايكال ليمف نود يبقى كان الابر سيل بتاع الاسوفاجس ده تبع الايه؟ الناك كله الارتري جاي من الفيو ثيرويد الفين رايح للفيو ثيرويد فين والليمف رايح للسيرفايكال ليمف نود deep cervical lymph. الميدل بارت او الميدل سيلز هو لايف ان ذا ثوراكس. وعشان كده بيجي له ارتز من مين؟ ارتز من مين؟ ارتز من مين؟ من ديسيندنج اورتا. مش ديسيندنج اورتا كان بيدي برونكال ارتز وبيدي سبيشال برانشز يبقى ده ديسيندنج وجنبه ماشي نازل ديسيندنج اورتا ديسيندنج اورتا بيدي الارتز. الفينز هتروح لمين؟ للأسف الفين جنبه. أسف الفين، أسف الفين، ده الإيه؟ الفينس درينج. أسف الفين. الليمفاتيك درينج هتروح للميدياستاينال ليمف نود. اللي موجودة في الميدياستاينال. كواكب الفين تراكية، البارا تراكية، البوستيرو ميدياستاينال، الميدياستاينال ليمف نود اللي موجود في الميدياستاينال. فالميدل سيت ده تبع مين؟ تبع الميدياسما تبع الصورة الارتيريا سبلاي من السين سواس الكاوتا اللي جنبي والفينس درينج برضه للفين اللي جنبه واللي وراه اللي وراه الاسبوس فين هيروح فين يعني؟ لازم هروح للفين اللي جنبه الليمفاتيك رينج بتاعته في ميدياستاينال ليمف نيجي لهذا اللور سيل هذا اللور سيل ده هو شذ عن القانون. الابدومينال بارت ده على فكره فيري 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 سمول تقريبا 1 سنتيمتر او هاف ان انش. ذيس ابدومينال بارت يعني ده 10 انش ده نص انش ده.
الجاست سبلاي بتاعها جيلها من الابدومين، جيلها من الابدومين من بلاد فيسل كبير جدا بيسبلاي الفور جات. حطوه في الامبريولوجي ان الفور جات سبلاي بمين؟ بالسيليك ترانك، ده برانش من الابدومين الاورطة، وخدناه لما خدنا الابدومين الاورطة قلنا سنجل برانشز، خدنا السيليك ترانك، السيليك ترانك وقلنا ان هو عند ايه؟ عند اللور بورتر بتاع ثراسيك، او ثراسيك 12 او اللور بوردر بتاع ثراسيك 1. نمبر غلطان، انا غلطان غلطان، بيصدقوا واحد يغلط. ده السيليك ترانك، ده البلاس سبلاي بتاع الفور جاب كلها بما فيهم الاستاذ، فبيدي هذا برانش للستمك الليفت جاستريك ارتري بيسبلاي للستمك، هذا الليفت جاستريك ارتري بيدي اسفجيال برانش بيسبلاي اللور سيرف اوف ذا اسفجيال، ده الليفت جاستريك ارتري بيدي اسفجيال برانش supply the lower third of the esophagus. انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين؟ وطالما الفين الارض جاي من الابدومين، الفين هيروح لمين؟ للابدومين. ما دام معاه فين، ليفت جاستريك فين، فالفين هيجي ماشيه وماشيه مع ليفت جاستريك فين. وليفت جاستريك فين بيصب في البورتال فين. ويروح للليفر. فالفينس درين بتاع اللور سيرف يروح للبورتال عن طريق الليفت جاستريك فين. الليمفاتيك درينج ايضا بتاعت اللور سيرف تروح للسيليك لينف نود اللي جنب السيليك ترام، لانها برضه تبع الابدومين. فالسيليك لينف نود اللي هي بتدرين ايضا من فوق ده كلها. فتلاقي اللور سيرد ده تبع الابدومين. ارتيريا سبلاي ليفت جاستريك، فينوس درين ليفت جاستريك وبورتال، حتى الليمفاتيك درين بتاعته هي تنفو. وذلك لما بيبقى فيه كارسينوما اوف ذا لور سيرد اوف ذا اسفجر لازم افتح الابدومين. لازم اسيب سيليا تنفو نوم. لازم تتشال. لان هي بتدرين هذا البارت على الصدر. ده مش كده وبس، ده انا بشيل حتى الاورجنز اللي رايح حالها كمان، سبلين ده كله. ده لكن بشيل سيليك نوت شود ريموف. ليه؟ لان اللور سيرد اوف ذا اسفجر ده بتدرين ذا سيليك نوت ويتش لاي اون بوث سايدز اوف ذا سيليك ترانك ات ذا ليك اوف ثراسيك 12 من ذا ابدومين. انتوا فاهمين حاجه؟ انتوا مش فاهمين. Thank you.